أهميته كتير مهمة، أول شيء لأنه نحن من نادي والعيش المشترك، بس أيام نتغاضى عن الأقليات بقى نتفي تنبين هالصورة أنه نحن لازم ندعم بعضنا البعض. عندي إياها هذه الصورة، بس كنت بستنظر أنه الحل يكون، أنا بالنسبة إلي الحل بده يكون بالإعلام، يعني ينعمل جمعة كاملة تواصل اجتماعي، كل وسائل الإعلام اللبنانية تحكي عن الأكراد بدقيقة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، تنس تتعرف عليهم، لأنه في كتير ناس يعني ما بتعرف شيء عن تاريخهم. أنا شوي سنحت لي الفرصة أني أتعرف على تاريخهم بقى، مشان هيك دور المرأة كتير مهم، وخاصة بالإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا. هيدا لازم الكل يحتزوا فيه، لازم يكون مثل بس ما حدا بيعرف فيه. أنا أيام بحكي بخبر عنه، هيدا كتير مهم. الحوار هو بيبلش من العائلة، بالحوار بين رجل ومرأة، بين الأهل وولادهم، وبينتقل للمجتمع. إذا ما في حوار ما فيك تعملي شيء، ما فيك تتقدمي حتى فشخة. أنا إذا ما عرفت أنت شو بتفكري، أنا ما فيي أوصل، ما فيي أعمل توازن بالمجتمع.